تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، انطلقت في حلبة البحرين الدولي فعاليات مهرجان يو إن باوند للابتكار بشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية ومبادرة ستارت أب بحرين. ألف مبتكر وباحث عن الإبداع في عالم الأعمال حضروا هنا لاستكشاف ما يزيد عن 100 تقنية ناشئة والتشبيك مع أكثر من 500 علامة تجارية على مستوى المنطقة. عنوان مهرجان أنباوند الذي يشكل بفاعلياته منصة مثالية للمشاريع الناشئة للتواصل والتفاعل مع المستثمرين وجمهور المستهلكين وتعظيم فرص الاستثمار في الشركات الشبابية الواعدة. الشركات الناشئة أصبحت محرك مهم بالنسبة للاقتصاد البحريني، وأيضا يعني قاعدين نشوف رواد أعمال قاعدين يجون البحرين أو يزيد عددهم في البحرين، وذلك بسبب البيئة الحاضنة الموجودة وخاصة مع المبادرات الجديدة اللي قاعدة تصير في البحرين، مثلا الستارت اب بحرين ووجود حاضنات جديدة مثل CH9 وC5 كابيتال وبرينك وغيرها. فلات 6 لابس بتشارك في أنباوند بحرين لبدء نشاط فلات 6 لابس بحرين، والهدف منها بالمشاركة مع التمكين هو الاستثمار في 40 شركة ناشئة في البحرين في مجالات المعرفة والتكنولوجي، أيا كانت في الفينتك، في الاي سي تي، في الهيلثتك، في جميع المجالات اللي فيها معرفة ونمو. سبب اهتمامنا سببين، أولا إن هو من النمو مضطرد فيه، تاني حاجة إن هو بيمثل لحظة ترانسفورميشن في الاقتصاد العالمي والاقتصاد البحريني. في رحلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي والارتقاء بمجتمع الأونلاين، تسعى الشركات الناشئة جاهدة إلى نيل الثقة الكافية للازدهار. يقابلها تحدي مواكبة التغيرات المتسارعة في الأمن السيبراني، ناهيك عن مجارات المؤسسات المالية للابتكار، إلا أن النمو المتسارع في أعداد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ينذر بنمو ضخم في التطبيقات الإلكترونية على مستوى المنطقة. طبعا قطاع الاي سي تي قطاع واعد، لأن من خلال هذا القطاع ممكن أن المشاريع البحرينية تتوسع إقليميا، وهناك يعني يمكن عراقيل أقل للتوسع إقليميا، وفيها فرص عديدة لتوظيف الشباب البحرينيين خاصة في مجال التكنولوجيا. فإحنا نشوف أن هناك العديد من الكفاءات البحرينية التي ممكن الاستفادة منها، والعديد من الشركات العالمية اختارت البحرين كمحطة إقليمية. لقد تم اعتماد مبادرتنا كمشروع ناشئ بحريني من قبل شركة جوجل العملاقة، ونهدف لتعليم المجتمع حول التكنولوجيا والمنتجات التقنية المتطورة والتطوير المستدام في حقل تكنولوجيا المعلومات. وجوجل تدعم تطبيقاتنا الذكية، ونثمن عاليا أيضا الدعم المستمر لمجلس التنمية الاقتصادية ومبادرة ستارت أب بحرين بما يخدم تعليم الناس على اختلاف مشاربهم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا للارتقاء برفاهية المجتمع وبمستوى معيشة المواطنين. التحديات اللي تواجه قد تكون إن ما في أسواق ناشئة، في أكثر من أغلب دول العالم تكون الأسواق يعني فيها ستاندرد معين. في العالم العربي هذا أعتقد إنه ممكن تنظر له كفرصة، لأن لما يكون السوق ناشئ يخلق فرص للشركات اللي تدخل تسبق وتدخل أولا. وباعتبارها قاعدة أثبتت جدارتها للتوسع المستقبلي، تسمح البحرين لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني بالاستفادة من تقنياتهم وتطوير عملياتهم الإقليمية، مستفيدين من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة وغزارة القوى العاملة الموهوبة في اقتصاد حر يساهم في ابتكار منتجات وحلول ثورية تعيد صياغة مستقبل أفضل للبشرية وإشعال فتيل الإبداع والنمو المستدام. بمشاركة المئات من أصحاب الأفكار الذكية، يواصل أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة احتضان عدة حلقات نقاشية وورش عمل لرواد الأعمال، إلى جانب العديد من المناظرات والمسابقات الموسعة ضمن مهرجان أنباوند، بما يحقق أبرز ملامح رؤية مجلس التنمية الاقتصادية في تعزيز موقع البحرين المحوري في مجال دعم واحتضان الشركات الناشئة وتطويرها. محمد جيوسي للمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.